خلي النبي امك متخانقين دايما دموع دموع دموع. الله 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 الله، مالك حزين كده ليه؟ امك يا ابني مالها؟ مفيش، قلت لها اعملي غدا قالت لي لا، قلت لها طلقي. اوف ايه الغشامه دي يا جدع؟ جدع. طب هات 5 جنيه بس يا ابني، مش كتير. خلاص بقى شوف مين هيصلحها. خلاص يا عم اهدبوا اللي جايبه، خد دقيقه واحده واخليها تيجي تبوس ايدك. ها ايدي وشعر رجلي. لا دي ما اضمنهاش. ليه؟ ايه اللي انت عملتيه ده؟ عملت ايه يا موجود؟ عملت لنا انت مشكله كبيره من الفاضي. قاعد يقول لي الوقت هطلقها ومش هطلق. ليه هيطلقني تسافل بعد العشره الطويله دي؟ هات 10 جنيه طول عمرك مد حقير امسك. يا حول الله يا رب. في يا ابني تاني بتقول عليك بخيل؟ انا استنى اما اوريه. ايوه يابا. خد يا ابني وريها الثروه اللي معايا، ده غير اللي في البنك. بص شوف جوز. تموتوا بقى. اول مره خد بالي ان عينيك حلو. نعم. طب بس عشان بتكسف. يلا بقى ناخد حقنا منك.